تشكيلة فريق ريال السوسيداد. هنا خطأ لأتلتيكو مدريد، كرة ستنفذ من الركلة الحرة المباشرة. يان كاراسكو على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لفريق أتلتيكو مدريد، كرة ترسل عالية الرأسية، جول جول. حان الميعاد مع فرحة الأولى، نعم للأتلتي. هنا تأتي في ملعب ريال أرينا، أتلتيكو مدريد يصل على طريق إرموسو، إرموسو، إرموسو يسجل الهدف الأول بالكرة التي أرسلت بطريقة مميزة، والتميز كان في الإنهاء. نعم هنا يا السلام يا السلام يا السلام على هدف أول يسجل، ولكن بكرة رأسية.